اهم حاجه كنركزوا عليها في حياتنا واللي هي الفلوس، كيفاش يمكن لنا نديروا الفلوس، وكيفاش يمكن لنا نجمع الفلوس، وكيفاش يمكن لنا نغيروا حياتنا ونديروا الفلوس. فالفلوس هي اشي حاجه اللي اساسيه في الحياه. اللي قال لك بان الفلوس خنز الدنيا، فقول له علاش انت اصلا كتخدم. الا قال لك فلوس خنز الدنيا، فقول له انت اصلا علاش باغي انت اصلا تخدم، وعلاش انت كتقاتل على الفلوس، وعلاش انت كارى الفلوس. الا جا شي واحد وقال لك الفلوس راها خايبه وما مزيانهش، كذلك في نفس الوقت نفس السؤال، علاش انت كتقاتل على الفلوس. فهنا كيكونوا مشكل عند الاشخاص او بعض الاشخاص اللي كيكونوا باغيين يغيروا حياتهم، ولكن كيقول لك واحد المثل كيقول لك الى القطة بحال هكا واقيلا، كيقول لك الى القطة او القط الى ما وصلش للماكله ديالو كيقول لك خانزه، او الى ما وصلش للحم ديالو كيقول لك خانز، او ما وصلش للحوت كيقول لك خانز. فهذا مشكل اخوان من ناحيه ديال الفلوس. الى كنتي بغيتي دير الفلوس وتغير حياتك وتغير اهدافك، فخصك تسمع هاد لا فيديو كامله، بالاخص هاد لا فيديو سمع ليها كامله لان غادي تفيدك بزاف. اخوان الكرام، باش يمكن لنا نديروا الفلوس ونحقوا اهدافنا عامه غير الفلوس او الفلوس، فخصنا اول حاجه نركزوا على العقل ديالنا ونركزوا على التفكير ديالنا، لان العقل هو اللي كيخلينا نديروا اي حاجه. جميع العلماء اللي كاينين في العالم، وجميع الناس اللي حققوا اهدافهم في العالم، وجميع الناس اللي حققوا ثروات في العالم، كلهم حققوا الثروات هذه من الدماغ ديالهم. والتركيبة ديال الدماغ اللي عندهم كاملين، اللي عند إيلون ماسك، اللي عند أي واحد جو، حنا مثلا غير عند أبسط الأمور اللي هما قراب لينا وحدانا في الدول ديالنا معروفين، مثلا جو مثلا عند أمير راغب، جو مثلا عند سيمو لايف، جو عند بعض الأغنياء إلى آخره. إلا جينا نقلبوا الجمجمة ديالهم ونقلبوا الدماغ ديالهم، غنلقاو التركيبة اللي عندهم في الدماغ نفس التركيبة اللي عندنا حنا شخصيا، فما كاينش فرق بيننا وبينهم. الا جينا دوينا على امير راغب غنلقاو بداو من الصفر، الا جينا دوينا على سيمو ليف غنبداو من الصفر، وبزاف ديال الاغنياء بداو من الصفر، فانت غتكون من الصفر. فلذلك نفس الدماغ اللي عنده عندك نتايا. هنا كاين واحد المشكل، المشكل ماشي في الدماغ، والمشكل ماشي في الراس، والمشكل ماشي في بادي من الزيرو، المشكل كاين في التفكير، كيفاش هو كيفكر وكيفاش انت كتفكر. اوكي، فنفس العمليه عندنا، عندنا براد براد، غير هو واحد جا دار فيه قهوه كحله، واحد جا دار فيه اتاي، واحد جا دار فيه حليب، واحد جا دار فيه قهوه وحليب. اوكي، فلذلك انت شنو غدير في داك الدماغ ديالك؟ هو كل واحد شنو كيدير في، هو نفس البراد عندنا، ولكن للاسف كل واحد وكيفاش كيعمرو. اوكي، كاين اللي كيعمرو غير بالماء، كاين اللي كيخليه خاوي الى اخره. فهنا خصنا نشوفوا هاد الاغنياء هادو كيفاش عمروا هاد البراد هذا. اوكي، فكذلك انت خصك تعمرو بنفس ديك التعميره اللي عمروها همايا. جو ابسط الامور، الا كانوا هادوك الناس كانت البدايه ديالهم كيقراو كتبه، فراه خصك انت تقرا كتبه. اوكي، فهو كتلقاهم اكثر، كتلقاهم كانوا كيقراو كتبه ديال النجاح وكيفاش الناس كيغيروا حياتهم، فهما كانوا كيتانسبيراو من واحد الناس اللي هما لاباس عليهم. ولكن انت هذه ما درتيهاش، كتقراش كتبه، كتانسبيراش مع عند بنادم، هذا المشكل الاول ديالك، هذا خصك تغيره. اوكي، ثاني حاجه، كتلقى دوك الناس اللي ولاو اغنياء وكانوا فقراء في الاول، كتلقاهم انهم كانوا كيركزوا على لو ريسك. لو ريسك بمعنى هو انه كيدير واحد البيزنس وكيموت معاه، يربح يا خساره، كيقول واخا غنطيح غنولي نوض. انت ما كتريسكيش، انت كتخاف. اوكي، هذا هو الفرق، الفرق بينهم هما ما كيخافوش وانت كتخاف. ثاني حاجة هو شنو كيقول؟ كيقول أنا غير نتوكل على الله ونبدا في واحد المجال، ولكن أنت كتخاف عاوتاني، كتقول لا غنبدا غادي نخسر. نفس القضية اللي كيوقع مع البيبي، الدراري صغيرة أول مرة ملي كيتزاد ما كيتزادش كيتمشى، كيبقى يتقاتل يتقاتل، كيطيح وكيولي ينوض، كيطيح وكيولي ينوض. ماشي غايقول لا الناس كتمشى وأنا ما كنقدرش نتمشى، حتى أنا ما غاديش ننوض، ما هادوك راه واقيلا هما واقيلا تزادوا كيتمشاو. لا، كيطيح هو اللي ينوض، يطيح حسب له شحال مرة وطاح. اوكي، حسب شحال مره وطاح. كذلك انت ديرها، ضرب ديك العمليه، الا كان الولد كيطيح وينوض تقريبا
النهار كي وقف على رجليه تقريبا واحد 5000 برا ولا 10000 برا، خويا انت عطينا خويا واحد 10 المرات ولا 20 مره دير واحد البيزنس ديالك، دير واحد الهدف ديالك تقاتل عليه، طحتي حسبها واحد تقاتل وتعلم من الاخطاء، ماشي تطيح وتعاود تطيح نفس الغلط، لا تعلم من الاغلاط. اوكي، فهذه من الاساسيات. هذوك الناس اللي غيروا حياتهم وغيروا اهدافهم، ماشي جاو وغيروها، راهم طاحوا ونادوا طاحوا ونادوا طاحوا ونادوا. الى جينا عند امير راغب، وشنا الفيديوهات ديالو من الولا ديالو غنلقاوه بانه كان ضعيف وكان عيني صغير بقوه النظر وقوه البيسي، وكيتقاتل ويتقاتل ويتقاتل تقريبا سنين يلا عاد تقادت الامور ديالو. كاين واحد ديفو كيوقع بزاف ديال الناس اللي هما كيظنوا بان خصهم من العام الاول خصهم يوليو بحال امير راغب. لا، سير عند امير راغب وشوف الفيديوهات ديالو وشوف شحال من هو من عام تقريبا عاد يلا ولا لاباس عليه شي شويه، شوف شحال من عام ضرب. دير انت بحاله، الا كان هو 5 سنين ولا 6 سنين هو كيتقاتل، حتى انت دير واحد 5 سنين ولا 6 سنين وتقاتل. ولكن انت ما تقاتلش شي شهر، انت كضرب سيمانه كتحبس، كتمشي كدير بيعه وشريه ديال السبرديلات ولا ديال الجواكت ولا ديال الساعات، كضرب سيمانه ما كيبغوش يتباعوا لك، كتقول هادشي ما واكلش. هضره غلط، هضره غلط كبير هذا، واحد الحاجه خصك تقاتل عليها، خصك على الاقليه ضرب فيها بعدا واحد العام، ومن العام كتشوف واش عطاتك النتيجه ولا ما عطاتكش. ما تضربش عام اخويا بزاف عليك، ضرب غير 6 شهور. فإلا عطاتك شويه في داك 6 شهور الله يسخر. شتي بلي انا ما مصوقش داك الشيء اللي درتي انت اليوم، ما معتبرش خاطر درتي مجهود وعارف راسك درتي مجهود وتقاتلت في درتي مجهود، اشنو كدير؟ ركز معايا مزيان. هنا كتولي انت كتبقى تقول هذا المشروع ما ناجحش. لا، ماشي المشروع ما ناجحش، راك مازال ما بحثتيش هذاك المشروع، غتمشي تشوف ناس وحدين اخرين دايرينه واش ناجح معاهم ولا ما ناجحش. ساهله ماهله، الا كان ناجح معاهم كتحاول تفلتريه، واش انت داك الشيء دايره بثمن غالي، واش داك الشيء انت دايره بجوده رديئه، شنو المشكل ديالو، واش داك البرودوي واش مشهور، واش الناس كيشريوه في جهه ثانيه الى اخره. فاذا كان داك البرودوي ديالك عامه كما كان، اولا داك المنتج اولا داك السيرفيس، ناس وحدين اخرين كيديروا خوه بحالو كيدخلوا الفلوس، محق النجاح فيه كبير. فعرف بان المشكل ماشي في المشروع، المشكل فيك انت، ما عرفتيش كيفاش تسير داك الان بروجي اولا داك البرودوي الى اخره. الى جبتي لي مثلا واحد البرودوي مثلا، نديرو حنا مثلا البرودوي مثلا الشيته مثلا ديال نديرو حنا الشيته ديال الصباط، برودوي الشيته ديال الصباط، انت عارف داك البرودوي ديال الشيته ديال الصباط، ما كتشوفش شي ناس اللي داروا منه الفلوس وداروا منه العاقه الكبيره داك الشيته ديال الصباط، فهمتيني؟ داك الشيته العاديه اللي كتباع في الحوايج، انت عارف الناس ما داروش، ما كتشوفهمش قدامك بزاف. اوكي، ولكن ملي كتجيو للسبرديلات، تبيع سبرديلات، تبيع جواكات، تبيع ساعات، فهمتيني؟ تبيع سلسلات، تبيع مثلا بيسيات، تبيع التليفونات، تبيع شي حاجه اللي كتشوف الناس كيحققوا منها مبيعات كبيره، وانت عندك نفس البرودوي ديالهم. اذا شنو كيبقى؟ كيبقى انك تشوف دوك الناس شنو كيديروا انت اللي ما كديروش. هنا كنركزوا اخوان على ان تركز على واحد الهدف تقاتل عليه. اوكي، تقاتل عليه. كنجيو للمصيبه الكبيره. اوكي، كنجيو للمصيبه الكبيره. اول حاجه الا بغيتو شي فيديوهات نديروهم على هذا البلان هذا ديال المبيعات وهاد الامور هذه كامله، نديرو فيديوهات اللي غتستافد منها بنادم، اللي غتفيدو انه يبرمج دماغه عليها. الغريب ما يكون ثاني ماشي هنا، راه غدير الفلوس وغتحقق اهداف وغتحقق نجاحات كبيره في حياتك. المشكل ماشي هنا، المشكل رجعنا هو الدماغ، هو التفكير، هو العقل. كاين اخوان بعض الاشخاص كيبرمجوا الدماغ ديالهم على النجاح. اوكي، هو كيقول انا غنجح، انا ناجح وغندير الفلوس وغنتقاتل وغنموت مع بنادم، انا ناجح غنتقاتل تايق في راسي ما غنتفاقش، انا ما حدي عايش غنموت مع بنادم، غنتقاتل حتى غندير الفلوس. هذوك النوع كيكونوا كيبرمجوا الدماغ ديالهم على النجاح. هذه اهم نقطه غنقولها لكم، ما عمركم ولا غادي تسمعوها في حياتكم. هادو كيبرمجوا الدماغ ديالهم على النجاح، هادو بقوه ما كيبرمجوا الدماغ ديالهم كيدخلوا في القانون ديال قانون الجذب، كيدخلوا في قانون الجذب. بقوه ما كيبرمج دماغه على ان غينجح، بقوه ما دماغه كيبدا يعطيه حلول كيفاش غادي ينجح. فهمتوني؟ كيبدا عقله يعطيه حلول، عقله كيبدا يعطيه استراتيجيات. عقله شنو كيقول له؟
كيقولوا انت واخا سيدي كيقولوا صافي سن 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 انت داير بالك كامل ديال العالم انت مرتب انت كتقول انا ناجح ناجح ما يمكنش انت امنتي براسك بانك ناجح غتقاتل غتموت مع بنادم اذا شنو كيقولوا دابا كيقولوا اذا هنا شنو غندير كيقولوا شوف ركز ليا فداك الطريق ديال النجاح انا غنعاني اي حاجه فيها تخربيق غنحيدها لك فهمتي واخا تكون باغيها غنحيدها لك شتي الدماغ اللي شتي العقل اللاواعي ديال الانسان شنو 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 كيولي يحلل بحال اللي كيولي يتحاور معاك انت كيقول لك شوف انت امنتي صافي برمج شتي دماغك على انك غدير الفلوس ما متفاكش ما غاتفاكش في هضره واحده صافي مزيان شوف حنا كاع الناس اللي عندهم سلبيات حيدهم عليا عادش غدير غنمشيو نديرو واحد ندير واحد بروجي ديال كذا كذا عادش غدير التلفازه ماشي وقت ديال التلفازه هذه خلي شوف حتى نديرو الفلوس عاد نمشيو نتفرجوا الدريات لا ماشي وقت الدريات دابا شوف تسنى بلاتي دابا ماشي وقت الدريات خلي اللي تديروا الفلوس ونحققوا داك الهدف وديك الساعه نرجعوا للدريات ونرجعوا للدراري ونتساراو ونعيشوا الحياه بغيتي تلبس وتبان على بلاد بالله ماشي وقت اللباس هذا اسمح لي لا ما سمعتيش انت من داك المليونير ولا داك الملياردير شنو كاع اللباس وكذا وسميتو لا اسمع لي شوف شد معايا على الطريق هذا هكا الدماغ كيبدا يتحاور معك علاش لانك انت برمجتي دماغك على النجاح بديتي كتقول لدماغك شوف ما كنعرفوش شي حاجه ثانيه ما كنعرفوش الفاشل كنعرفش انا شي حاجه سميتها ضاع ليا المشروع صافي غنفشل لا ما كنعرفش على الفاشل نهبط من الزيرو غنولي نطلع على تاني من الزيرو غنولي نرجعو للزيرو غنولي نطلع حتى غنطلعو المهم ما غنتفاكش الدماغ ديالك كيتبرمج على هذه الفكره هذه اوكي هنا الدماغ كيبدا يعطيك استراتيجيات وحلول كيولي يقلب معاك على انك كيفاش دير الفلوس كيولي هدفه الوحيد في الحياه هي دير الفلوس اقسم بالله حتى غادي ديرها اوكي هاد القضيه انا كنت كنديرها شخصيا وهنا الحمد لله درت الدار ديالي وهنا الحمد لله مازال كنتقاتل ولاو عندي لي ديبلوم لي ديبلوم ما عندهم حتى شي قيمه من التالي واخا نقول لكم عندي لي ديبلوم وعندي 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 راه ما عندهم حتى شي قيمه راه القيمه كاينه في المهاره اوكي القيمه عندك في الدماغ ديالك وبالاخص الدماغ حتى المهاره الا كانت عندك المهاره ما عندكش الدماغ راه ما غدير حتى شي حاجه راه مع القيمه راه ما كاين القيمه راه ما كاينه لا في ما كاينه لا في مهاره لا في ديبلوم القيمه كاينه في الدماغ ديالك والقيمه كاينه في التفكير ديالك راه كاين بنادم غاب غير بداك بداك التصنصير ديال الديور راه داروا الزبابل ديال الفلوس غاب التصنصير ديال لاقي مع هذا مع هذا لاقي هذا الصباغ مع هذا الدار لاقي مع هذا الجلايج مع هذا القمار بوم كيبان لك طلع فهمتيني الدماغ هو الاساس اذا يا اخوان الدماغ ديالك تبرمج الدماغ ديالك خصك تبرمج الدماغ ديالك باش حق ناجح انا اخوان في الاول كانوا بنادم كيجي عندي كيقول لي كذا 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 كنقول له انا غيجي واحد النهار وغندير الفلوس كلشي كان كيضحك عليا كنقول له شوف كنقول له بالرب حتى غنديرها والله مثبتني غاديرها الدار ديالي غنديرها الدار ديالي الدار ديالي اللي بنادم كيشوفها صعيبه كيقول لك انا تقريبا خصك واحد 30 عام ولا خصك بقا تدير 40 عام ولا 50 عام وكاين اللي دير 60 عام ومسكين كتلقى ما دارش حتى بيت كاين اللي في عمره 60 عام ومساكن كتلقاو مازالين في الكرا ومازالين معذبين كنقول لهم انا بالرب حتى غندير الدار بالرب حتى غندير الفلوس بالرب حتى نتقاتل كيجيو عندي كيقول غير ان شاء الله شو 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 قال دي قول غير ان شاء الله وقول بعدا غير ان شاء الله انت اصلا مازال ما قلتيش ان شاء الله كنقول لهم انا ما نقولهاش كنقول لهم انا ما نقولش ان شاء الله كنقول لهم عرفتوا علاش هاد القضيه كانت دائما هاد الجمله كانت كتعجب واحد السيد من فاس وكيقول لي هو يونس مساوي هو دائما كيقول لي احمد كيقول لي انا كنفهمك كيقول لي الناس اخرى ما كيفهموش راه انت ملي ما كتبغيش تقول ان شاء الله راه الناس ما كيفهموكش علاش ما كتبغيش تقولها ولكن انا غنشرح لكم علاش ما كنقولش ان شاء الله لان الكلمه ديال ان شاء الله في بعض الاحيان كيبقى على حسب الايمان علاش قلتيها اغلبيه ديال الناس كيقولوا ان شاء الله لان كيقولوا حتى الايمان ربي يقدر يعطيني يقدر ما يعطينيش كيقولوا ربي يقدر يعطيني يقدر ما يعطينيش اذا هو حط 50% انه يقدر ينجح يقدر ما ينجحش والا ما نجحش ماشي غيقلب على الحل ويقول لك كيفاش نتعامل مع الحل لا والله ما بغاش دايما هو اي حاجه اي حاجه وقع فيها غلط غير نسبها لله فهمتيني الله ما بغاش الله ما دارش الله ما يسرش الله بغي نبقى فقير ومن غيدير الفلوس وكذا وضرب العاقه ما يقولكش الله اللي يسر لي الفلوس والله اللي يمكن كتب لا انا اللي خدمت انا اللي تقاتلت انا اللي درت انا تقد عليا انا هو ما نعرف شكون علاش ما كنقولش ان شاء الله لانني انا مآمن بان الله غيعطيني فكر معايا انا مآمن بان الله غيعطيني علاش نقول ان شاء الله انا ربي تايق فيه وانت ما تايقش فيه قول ان شاء الله قول
ربي وقال ما يعطينيش، ولكن انا تايق في ثقه عمياء، انت ما تايقش فيه، انت ما تايقش فيه، قول ان شاء الله، فهمتي؟ لان احتمال يعطيك احتمال ما يعطيكش، انا تايق في الله لانه غيعطيني، فهمتيني كيفاش؟ هذه هي الفرق بيني وبينك، وهاد القضيه قالتها سيمون لايف، قال لهم داكشي اللي كتفكر فيه هو اللي كيوقع، انت كتقول ربي يقدر يعطيني يقدر ما يعطينيش، انا ربي تايق في انه غيعطيني، وهو عطاني الدويله ديالي الحمد لله، وكذا في اللاج ديال 25 سنه 26 سنه. هانا مفرش هانا ديال اخره، فهمتي؟ الله عطاني، ما حد تايق في انه غيعطيني، ومن تايق في انه غيعطيني الله عز وجل زاد عاوني وزاد يسر لي وزاد بين لي الطرقان وزاد عاوني وزاد عطاني افكار. انت الله تايق في من الاول ما غاديش يعطيك، هذاك الشيء ما عطاكش، هو الفرق بيني وبين الشيء اللي عندك في دماغك، هذاك الشيء اللي كتفكر فيه في دماغك هو اللي كيوصلك. الا بغيتي تحقق الفلوس وتغير حياتك ودير فلوسك وتوصل للقمر، هذاك الشيء اللي في دماغك، بدل دماغك بدل تفكيرك. هنا كندخل لواحد المساله اللي هي سميتها التنويم المغناطيسي، اللي هي البرمجه ديال العقل الباطن. اوكي، حنا شخصيا كندير جلسات لبعض الاشخاص اللي كيجيو عندنا اللي هما كذلك مهتمين بهذا الشيء ديال الفلوس، ومهتمين بالربح، ومهتمين بالتجاره، ومهتمين بالاهداف. كيجي كيقول لك احمد هنديه راني الله يحفظك راني بغيت ندير معاك واحد الجلسه، بغيت انا ولي نبغي الفلوس، وحق الله العظيم اخويا شي واحد وما يجيش واش كيقولها ليا، كيقول لي انا بغيت الفلوس، انا برانجني على الفلوس، برانج بغيت نبقى نموت على الفلوس، نتقاتل مع الفلوس، برانجني على هذه الفكره، هذه انا بغيت الفكره تصدخ لي الدماغ ديالي. كيقول لك انا راه ما عنديش داك الايمان، ما كنحسش بداك الايمان وبداك التشجيع وبداك ديال الفلوس، ما عنديش، انا بغيت دماغي يبقى يفكر غير في الفلوس، بقى يحلل في السماء الفلوس كيفاش نتعامل معاها وكيفاش نحضرها. كيديروا جلسات ديال التنويم المغناطيسي باش الدماغ ديالهم كيتبرمج، باش الا كان عنده تخوف كيتحيد، باش الا كان عنده ما عندوش ايمان كيتحيد، كيولي عنده الايمان، التخوف ما كيبقاش، لو ريسك المقاتله كيبقى يبان له غير الربح قدامه وغير الفلوس وغير العاقه، كيقول ما غنتفاكش، يا هذا الشهر يا الشهر الجاي يا العام الجاي يا عامين يا ثلاث سنين ما كيهمنيش، انا المهم غير شي واحد النهار غندير الفلوس وما غنتفاكش غندير الفلوس. هذا حنا شنو كنديروا؟ حنا كنبرمجوا له الدماغ ديالو عن طريق التنويم المغناطيسي، اوكي؟ كنبرمجوا له اللاوعي ديالو عن طريق التنويم المغناطيسي، باش دوك الايحاءات السلبيه وديك الافكار السلبيه ديال انا ما غننجحش، انا ما غنوصلش، انا فاشل، انا حياتي ضايعه، انا كذا، هذوك الايحاءات اللي غيدمروه بصح، راه اقسم بالله غيدمروه، كنحيدوهم ليه وكنزرعوا له واحد التوكيدات وواحد البرمجه باش الدماغ ديالو كيوضح، اوكي؟ فاحنا اخواني باش نختصروا هذا الشيء هذا، اول حاجه الا بغيتي تنجح الى اخره خاصك تركز غير على النجاح، خاصك تركز غير على الفلوس، خاصك تركز غير على الناس اللي ناجحين، خاصك تركز على لو ريسك، خاصك تقاتل، خاصك ما تشفاكش، خاصك شوف الفلوس ديالك كعدو ديالك، درتيها كعدو ديالك غتوصل لها، خفتي منها ما غادي ما درتش ما درتش شي حاجه. هنا كيبقى لنا الاستراتيجي الثاني هي التنويم المغناطيسي، انك انت تبرمج الدماغ ديالك على النجاح وتبرمج الدماغ ديالك انك دير الفلوس الى اخره. هنا يا اخويا شنو كنديروا؟ حنا انا شخصيا كيفاش كنتعامل مع الناس؟ كيجيو لعندي اوكي المقر، يا كيجيو عندي للسنتر الحمريه مكناس، اولا كيجيو للمقر ديال المنزل ديالي، لان ملي كيجيو للمقر ديال المنزل ديالي كندير معاهم واحد الاثمنه اللي هي مناسبه الى اخره، باش تحاول ما امكن نتعاونوا مع اكثر ديال الشباب واكثر ديال الناس. فاخواني ملي كيجي الشخص عندنا شنو كنديروا معاه؟ اول حاجه كنديروا معاه واحد الاستشاره، كما كنعرفوا الاستشاره بشحال كدير؟ كدير ب 200 درهم، ما نديرهاش معاك ب 200 درهم، فهمتي؟ اهم حاجه عندنا هي نشوفوا الناس كينجحوا، اوكي؟ كندير معاك استشاره نفسيه، هذه الاولى. علاش استشاره؟ باش كنحاول نعرفوا بلي ديتاي الشخص شنو هو المشكل اللي عنده، شنو الحاجه اللي كيعاني منها. ثاني حاجه كنديروا جلسه ديال الكوتشين، كنبدا نكوتشيه اوكي، كنبدا نعطيه نصائح، كنبدا نعطيه حلول باش يعرف الحلول منين كدوز. ثالث حاجه كنديروا جلسه ديال التنويم المغناطيسي، هاد الجلسه ديال التنويم المغناطيسي هي اللي كنبرمجوا بها الدماغ ديال الشخص. رابع حاجه كنديروا ملف صوتي، واحد الملف اوديو هو اللي فيه توكيدات كيبرمجوا بها الدماغ ديال الانسان. من بعد ما كنبرمجوا الدماغ ديال الانسان الى اخره عن طريق هذه الجلسه هذه اللي كتكون فيها استشاره وكوتشين وتنويم مغناطيسي وملف اوديو، تما كتبدا المسيره ديالك ديال النجاح. الا بغيتي تحجز هذه الجلسه هذه وتجي تحضر ليها وتغير حياتك حتى كما انا الحمد لله تغيرت شويه وتغيرت بزاف ديال الناس، فمرحبا بك عندي، تواصل معايا على الواتساب وغنعطيك المكان فين كاين انا شخصيا، ومرحبا بك عندي الا بغيتي تغير عقليتك وتغير اهدافك وتحقق اهدافك. بارطاجي لا فيديو مع اكثر من الاشخاص اللي كتعرفهم، ومرحبا بك معنا. تحياتي والى اللقاء.